السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في تطور كبير جدا في صناعات كتير جدا زي صناعة الموبايلات زي صناعة السيارات، لكن مجال الكونستراكشن حتى الآن التقدم فيه بطيء، لكن إن شاء الله قريب جدا من خلال البيم ومن خلال الذكاء الصناعي ومن خلال توافر الأجهزة مع الناس إن شاء الله لا في تقدم سريع. تمام، إحنا هنتكلم على جزئية بسيطة جدا أنا مهتم بيها ألا وهي السيفتي. مش هنقعد نناقش كل حاجة، لكن خلينا نبص على موضوع السيفتي. زي ما انت شايف هنا، ممكن المهندس او العامل اللي يبقى لابس خوذه، والخوذه دي متوفره حاليا. اللي احنا نتكلم فيه ده حاجات موجوده في قلب الموقع حاليا، مش حاجات هتنزل قريب، لا بقت موجوده في اماكن كتيره جدا. هو طول ما هو شايف اوجمانتد رياليتي، شايف المشروع هيكمل ازاي قبل ما يبداوا في شغل فيه. طيب احنا عندنا كميه كبيره جدا من البيانات من الموقع، سواء في كاميرات موجوده بتصور فيديو طول الوقت، في كلام موجود، في صوت، في الدرون اللي ديت، في حاجات كتير جدا، كميه كتير جدا من المعلومات. عايزين بقى الذكاء الصناعي وبالذات التعلم العميق يبدا يحلل البيانات ديت بشكل فوري وينبهنا لو في اي مشكله. يعني هو اوتوماتيك الكاميرا مش مجرد بتصور وممكن تلغي الفيديو او تحتفظ بيه، لا ده هي تدينا كلر كده، خلي بالكوا في خطا هنا، ايه العامل مش لابس خوذه، خلي بالكوا العامل طالع مثلا في حاجه ناقصه، في حاجه غلط. فكميه المعلومات الرهيبه، الانفجار في الداتا دوت، ده يعتبر مورد غير مستغل، فاحنا عايزين نستغله. وده بقى موجود في مواقع كتيره جدا، ان هو الصوره كلها بتتحلل ونضمن السلامه لكل العمال اللي موجودين. فهو اوتوماتيك بيبدا يتعرف على الصوره ما التعلم عميق، مرة مع مرة كل مرة بيتعلم صح، ان هو مثلا السقالات موجودة في أماكنها ولا لأ، في الخوز هل الشخص ده مسموح ليه ان هو يبقى موجود ولا لأ، السترات بتاعت الأمان هل هو لابسها ولا لأ، الحذاء هل في تشققات في المشروع. فده كل ده في ثواني الذكاء الصناعي بيبدأ ان هو يحلل البيانات اللي موجودة ويحلل، يدي الوان معينة، يدي تنبيه معين، ممكن يدي انذار لو في حاجة خطيرة موجودة، في اشخاص مثلا مش مسموح لهم يكونوا موجودين في موقع فيبدأ يدي تنبيه. فطبعا في حاجة كتير جدا ممكن نستغل الذكاء الصناعي، كل واحد فينا ممكن يفكر واكتبوا لي في التعليقات ايه اللي احنا ممكن نعمله. لكن هي دي الفكرة، ان من خلال الذكاء الصناعي نقدر ننسق بين كذا شركة موجودة، في كذا سب كونتراكتور موجود، في معلومات بصفة يومية في الموقع، وكل البيانات دي بتطلع على هيئة جداول، ويقدر من خلالها معامل الانحدار أو التنبؤ بإيه اللي هيحصل بعد كده. لو احنا فضلنا ماشيين بنفس الحاجة ديت، إيه اللي ممكن نعمله عشان نطور الشغل. كل الحاجات دي بقى بتبدا تاخد تجيب لك المعلومات. طبعا فيرتشوال رياليتي، السمارت سيفتي، عندنا الدرون، الليزر سكان، كل دي بتضمن جوده الشغل وان احنا نقلل الظروف غير الامنه. يعني لو في حاجه فيها مشكله ممكن الدرون تروح تخلص الموضوع ده بدل ما نبعت عامل ويكون فيه خطوره على حياته. ممكن بقى يفحص لو في قبعه ناقصه، في نظاره السلامه مفقوده، موضوع السلالم مش محطوطه بشكل كويس، السقالات، الرافعات، كل الحاجات دي يبدا ان هو يفحصها ويتاكد من السلامه. لو في حاجه غير سليمه ينبهنا ليها بشي سنه لما تحصل الحادثه ويدينا ايه اللي حصل، في مشاكل لا هو قبل ما تحصل مشكله بيبدا يدي تنبيه وبيدينا تقرير بالمشاكل وحلولها وازاي ان احنا نقدر نقلل المشاكل دي في المستقبل. ففي مونيتور وفي داشبورد بتراقب كل الحاجات اللي موجودة في المشروع بحيث ان احنا نقدر ناخد قرار نقلل بيه المشاكل. الداشبورد نقدر ندوس نعرف كل المعلومات، نقدر نعرف اذا كان في اهمال في المشروع ده ولا لا،